أحسن الله إليكم. هذا يسأل حفظكم الله، ما حكم من صلى صلاة الجمعة ولكن بخطبة واحدة؟ هذا خلاف السنة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا شذوذ، هذا شذوذ ولا يجوز. الثابت عن الرسول وعمل المسلمين إلى الآن على خطبتين، لا يجوز للإنسان أنه يشذ ويخطب خطبة واحدة. والفقهاء ذكروا أن من شرط صحة الجمعة تقدم خطبتين، هذا شرط. نعم.